معروف أنه النكد مرتبط بالمرأة، ولكن هناك بعض الرجال والأزواج منهم أيضا يتسم بهذه الصفة، نكد نكد، أو أنه هو يحب أنه يهدم اللحظات السعيدة. إيش هي العوامل اللي أثرت على الرجل هذا وخلته ممكن يكون نكد؟ بحسب الاستفتاء اللي عملناه بشكل سريع، ذكر أنه أبرز العوامل اللي تأثر على الرجل وتخليه إنسان نكدي هي إما ضغوط العمل، أو إنها الطريقة المثلى للتعامل مع المرأة، أو بسبب المشاكل الأسرية. راح نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر، ورحب بضيفي في الاستديو بالدكتور محمد الفايلي، حياك الله. حياكم الله والمشاهد كذلك. يعني النكد صفة جدا بغيضة غير ممدوحة، سواء كانت من الرجل ومن المرأة. ما نبغى نركز ونقول بس الرجال عشان لا الحريم يزعلوا علينا، ولا السيدات يقولوا احنا بنقوم الرجال عليهم، ولا عكس. أول حاجة لو نتكلم يا دكتور، إيش هي صفة النكد؟ لما يقول انه شخص نكدي، المجتمعات بطبيعتها تتحضر وتنمو وتتطور. هذه السمة المجتمعية للشعوب عامة هي أصحابها كثير من الانقسامات والتخصص وفرص عمل جديدة وتغيرات مجتمعية كثيرة. هذه تولد عندنا أنماط عامة من السلوكيات ونماذج داخل هذه الأنماط. صحيح. الكل يتزوج، الكل يأكل، الكل يسلم تحية، ممكن بصوت، ممكن بيد، ممكن بإشارة رأس، هذه كلها نماذج لهذه الأنماط السلوكية. هذا الشقاء وهو جزء من 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 هذه النماذج حقيقة. نعم. التي هي سمة كل المجتمعات. لعلي أؤكد حقيقة على خطورة هذه الحقيقة، السمة التي أصبحت الآن تهدم كثير من الأسر وتدمر كثير من البيوت وتشرد بسببها كثير من الأطفال، وبالتالي هناك انحرافات وهناك ضياع للأسر وهناك تشتت. المجتمعات في ظل هذا التحضر وفي ظل هذا التغير لا تستطيع أن تقاوم أو تحل هذه الإشكالات وهذه المشكلات وهذه التحديات. كيف حقيقة احنا نشخص هذه الحالة؟ أو احنا لدينا نمطين، لدينا نمط سعادة ولدينا نمط شقاء، وهناك معايير أو نقاط الالتقاء والاقتراب بين هذان النمطان. لو أخذنا نموذج تحديدا، ولعلي أشير لنموذج واحد أو أرجع إلى عامل واحد، يبدو ضيق الوقت، قد يكون هناك عوامل عديدة وكثيرة جدا لمرجعية هذا الشقاء، لكن احنا بنختصر فقط بإيجاز من أجل المشاهد حقيقة يستشعر هذا الخطر على المجتمع وتدمير وتفكيكه. وبالتالي لو نشاهد أنه هناك صفة قائبة وهي حقيقة صفة دائما يعني هي لها لمسة بين الرجال والنساء، وهي صفة العاطفة. هذه العاطفة ترى بالمناسبة هي صدقة، وهذه مهمة جدا. يعني كيف احنا نفعل هذه الصدقة فيما بيننا في سبيل ان نحتوي كل المشكلات وكل المهددات التي تهدد تماسك هذه الأسرة اللي هي لبنة المجتمع. وبالتالي انه احنا نشاهد دائما، وخاصة في المجتمعات العربية الإسلامية، الكل ما شاء الله تبارك الله يمكن اذا احضر طعام وشبع وكذا جمع الزيادة كذا في صحن كله على بعضها، ثم قال للولد والبنت روح يعطيه. صحيح. هذا التقديم ذا حقيقة، هذا هو سلوك، لكن ماذا يقابله؟ يقابل سلوك آخر. هذا أنا كأنه أقول للولد أو البنت روحي، هذا متسول، هذا مسكين، هذا فقير. لكن عندما أنا أخذ حاجتي من الطعام، يبقى الطعام نظيف، أرتبه، أحط معه كاسة موية، أو أنه أحط معه علبة عصير معه كذا، ثم أعطيه في طبقة نظيف وأقول له روح أعطيه، كأنه يقدم لضيف، كأنه يقدم لشخص يكرمه ليس يهينه. إذن هذا النموذج عندما أنمي هذه الصفة، صفة حقيقة وصدقة العاطفة مع الصدقة السلوكية، أنا أستطيع أن أنمي جيل سوي مستقبلا لا يتأثر بمثل هذه العوامل، عوامل الشقاء. لا إحنا نتحدث عن البخل، الحرص، الشتم، السب، الفلسفة، قضايا كثيرة جدا تندرج تحت هذا النكد. كيف يأتي هذا النكد؟ الانفعالات، الخلافات بين الزوجين، الاختلافات داخل الأسرة، هذه كلها محطمة ومكسرة لهذا الزجاج الحقيقة. صحيح. المحيط بالأسرة. صحيح. أنا كيف أحميه وكيف أستطيع أني أنقذ هذه الأسرة في سبيل أنها تخرج من هذه الخلخلة إلى مرحلة السوية والاستقرار؟ احنا عندنا من ضمن الحقيقه الانماط نمط الحقيقه الاضطراب ونمط الاستقرار. كيف انه النفسيه تكون مستقره من اجل ان نستوعب كل الصدمات اليوميه؟ هو تحدي في العمل، تحدي في زحام الطرق الان، تحدي في العوز المالي والحاجه الماليه. صحيح. تحديات كثيره، تحدي في تكاليف الهدايا والخروج والزواجات والمناسبات. هذه التحديات
كيف يستطيع إعابها الذكر والأنثى؟ نعم هي مسألة التحدي هو تحدي كلي ليس تحدي جزئي. هو مرتبط بالفئتين، فئة الذكور وفئة الإناث. كيف نخرج بحيث أنه إحنا نصل إلى مرحلة نقترب من السعادة ونبتعد عن الشقاء؟ بقدر إحنا ما نسير على هذا المعيار وعلى هذا السلم والبعد عن الشقاء والاقتراب من السعادة، إحنا نستطيع نخرج من هذا الكدر ومن هذا التنكيد ومن هذا العبث. وش لنا؟ هو عبارة عن بوس وعن وجه مكفهر وعن حزن وعن ألم وعن عدم استمتاع بما هو متاح في الحياة من لذة سفر ولذة مثل جمعة ولقاء وخروج وكذا. هذا كله يتحطم بسبب مثل المعضلة هذه التي الآن حرمت الناس من هذه اللذة، من هذه السعادة، من هذه الحياة الجميلة. الكل يبحث عن جمال الحياة في السعادة. يعني كلنا خلقنا عشان السعادة في الآخر، ما حد يبغى الشقى لنفسه. ليش أنا أكون عبوسا قمطريرة؟ طبيعي. يعني ليش أنا أوصل لهالمرحلة؟ هو شوفي، في أنا دائما بصف الرجل أوكي، بس أنا مؤمنة يعني أنه في بعض الرجال من جد نكدهم يودي للآخرة على طول. فعشان كذا والله من جد، فعشان كذا نبغى نسأل دكتور، يعني في بعض الرجال نكديين، ما نبغى نعمم ولا نبغى نقول إنها ظاهرة، بعض الرجال نكديين ويحبوا يجيبوا المنغصات لبيتهم، يعني ياخذون كل شيء، كل هم وكدر برا، لا يفرح ولا يفرح ابدا. أيوه. كذا تحسي انه جار نكد ومعاه ومدخله للبيت، هذا كيف المرأة تتعامل معه؟ لا تقول لي انها تبتسم له وانها تهيئ له الجو المناسب وانها خلاص. لا، لما اجي يقابلني او لما هو يجي مقابلني بنكده ولا انه يرفع صوته، لا والله بروح انا وعيالي واسكر الباب. بس نبغى نعرف ايش الحل. ابلغ موعظه قيلت في التاريخ هي الصمت. طلع معاويه رضي الله عنه على المنبر يقدم خطبة الجمعة فلم يتحدث، صمت دقيقة ونزل. كانت أجمل موعظة، كل من كان يحضر كل في نفسه موعظة، اللي عنده مشكلة في الأمانة، اللي عنده في الصفر، اللي في الخوف، اللي في القلق، اللي في الصمت حقيقة إحدى العوامل الأساسية اللي دائما هي حل المشكلات. لأن الانفعال والحديث أحيانا يخرج إلى الكفر، يصل إلى الطلاق، يصل إلى الانفصال، يصل إلى العدائية بين الأشخاص أيا كانت، سواء على مستوى الزوجية وعلى مستوى العلاقات العامة والعلاقات الخاصة بين الناس. إذا هذا أحد العوامل الأساسية. العامل الآخر هو عامل الصبر. عامل الصبر دائما الإنسان يتخطى فيه كثير من التوقفات في الحياة. الحياة بدون صبر لا يستطيع الإنسان يتحمل حتى بينه وبين نفسه احيانا او في مواقف كثيره. وكثير من العين واحد احيانا هو بيكون يقول انا متضايق من نفسي ليس من الاخر. صحيح. وبالتالي هذه سمه في الانفس البشريه. لكن كيف التحكم، كيف ضبط الايقاع في المواقف، هذه مهاره. هذه المهاره تتولد من دائما، نحن الحقيقه دائما الرومانسيه التشاركيه مهمه جدا بين الاشخاص. صحيح. كيف نحن فعلا يعني نستطيع ان نعيش في جو ودي، موده ورحمه؟ كيف احنا نوظف الموده والرحمه هذه في العلاقات بيننا؟ ليش هذا الشقاء؟ وليش هذا النقد؟ وليش هذا التكسير؟ وليش هذا التحطيم للقلوب وللانفس وكذا بكلمات بكذا؟ هذه الجوانب حقيقه لها وقعها. ليس على احنا لدينا اللي يتامل تاملات عجيبه، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. هذه النقطه الوسيطه، الفؤاد اللي بين التصرفات، احنا متى ما استطعنا، لاحظوا ان حقيقه نوسع المسافه، وهذا جدا مهم، بين المثير وبين الاستجابه. صح. هذا أهم شيء في الحياة لكل إنسان، ذكر أو أنثى، كبير أو صغير. بقدر ما تتوسع المسافة بين المثير وبين الاستجابة، هنا تكون الاستقرار والسعادة والنماء والحياة. كل ما تقترب هذه ردة الفعل بين المؤثر أيا كان هذا المؤثر وبين الاستجابة السريعة، هذه تحدث المشكلة ويحدث الموقف العدائي الانفعالي، أحيانا بالكلام، أحيانا بالتصرفات. كثير من الأسر تعيش في رعب، يعني أحيانا حتى الأبناء والأطفال حتى لو كانوا صغار، إذا مر يوم أو يومين يعني الأسرة ما فيها مشاكسة ولا فيها خلافات ولا فيها عدائية، يعتبرون هذا شيء مخالف أو خارق للعادة. طيب ذولي كيف يخرجون بكرة؟ يعني هذا الترسيخ، هذه النواه الان، هذه النواه في العدائيه او في الشقاء في النفس البشريه تتنامى وتعظم بكره مع المواقف، مع تحديات الحياه تكبر. لكن عندما تكون النفسيه او نواتها نواه سويه، تتقبل الاخر، قبول الاخر عنصر مهم جدا في التعامل. احنا اشكاليتنا حقيقه في العالم العربي خاصه رده الفعل عندنا سريعه، قبول الاخر والتفاهم مع الاخر وسماع الاخر عندنا لا زال مشوش، يحتاج تقوية وتعزيز. ماذا أعني بهذا الكلام؟ أعني بهذا بناء الإرادة، يعني كيف أن الأسر تبني إرادة مستقلة في اتخاذ القرار. هذا الضعف في بناء الإرادة،
يعني دائما نجد أن الأشخاص يعني يميلون لغير السوية عندما يكون عنده ضعف في الإرادة. كيف يضبط إيقاع اتخاذ قراره في ردة الفعل، في التعامل، في قبول الآخر؟ كيف نتقبل الآخر بكل يعني إيجابياته وسلبياته؟ ما في إنسان له خصوصية الكمال، هناك في نقص وفي هناك سلبيات لكن مقابل إيجابيات. بدور يعني الرومانسية التشاركية والتجاذبية أو إحنا نسميها كمان جانب آخر، الوجدانية الروحانية بين الشخصين. هذه الوجدانية كلما نقترب حقيقة في الوجدان، إحنا ليش نطلع نروح مثل حدائق، نروح أماكن جميلة، نسافر، نروح بحر، تغيير نفسي، رفع مقومات الوجدانية. كل ما تنخفض المقومات الوجدانية عند الناس أو عند الأشخاص يعني أيا كان، أو سواء ذكور ولا إناث، يقل التقبل عند الآخر، يقل لغة الحوار بينه وبين الآخر، بقدر ما يستطيع أن يعظم هذه الوجدانية في نفسه ويرفع من مستوى الروحانية، يستطيع أن يانس هذه الروح. يعني تحتاج أنه عملية الترفيه هي جزء متغير في عملية دخول السعادة يعني للأنفس. نعمية أحيانا تبادل الهدايا حتى لو كانت هدية رمزية بسيطة، هذه القضايا أحيانا قد أنه تستصغر، لا لكنها لها تأثير جدا في استصلاح القلوب وفي اجتذابها وفي إشاعة حقيقة هذه التشاركية. المودة بالضبط. إيه بس أنا يا دكتور يعني اسمح لي، كلامك جدا رائع، منطقي، شكرا لك والله، مثالي. واقعيا إيش اللي بيصير؟ واقعيا إنه كلا الطرفين يشعر إنه في مشكلة، لكن كل واحد ينتظر من الثاني إنه هو يبادر، كل واحد يمتنع من المبادرة. هنا كيف ممكن نحل هذا الموضوع؟ إنه هو الغلطان، هو لازم يحل من نفسه ومشاكله، هي اللي كدية بتكون في وجهات نظر مختلفة. كيف ممكن نحل موضوع إنه أنا ما أبادر هو اللي يبادر؟ إحنا دائما الاقتراب خطوة بخطوة، هذا جدا دائما، وحتى في كل المعضلات وفي كل الصعود للسلالم خطوة بخطوة، إحنا نطلع بخطوة وننزل بخطوة وعلى سلم، لا يمكن نقفز خطوتين. هذا مهم جدا حقيقة في التعاملات. أنا يقال أن الدرج ينظف من أعلاه، فمحتاج أني أنا أنزل مع هذه السلم ومع سلم الدرج، لا أنزل أقفز من أعلى الدرج ومجال أطب تحت وتكسر. هذا منطق في الحياة. كل ما يكون هناك في تقارب، في تنازلات، في تحمل الآخر، في شفقة على الآخر، ليش أنا ضايع؟ يعني أنا حقيقة بديت بصدقة العاطفة، هذه جدا مهمة جدا. أنا كيف أنا أتصدق عليه وهو يتصدق عليه، هذا الشخص اللي أنا اللي بيني وبينه أنا تواصل، أين هذا التواصل؟ سواء زوجية ولا أخوة ولا قرابة ولا صداقة ولا عمل ولا الناس. يعني ما في مجتمع وما في شخصية في مكان اللي بينهم إشكالات وبينهم تحديات. هذه التحديات أنا كيف حقيقة أنني أقرب هذه الخطوات في تعاملات؟ يظل الإنسان هو إنسان مهما كان، مهما كانت وحشيته وقساوته وأنانيته. هذه الأنانية أنا كل ما أكسر الأنانية أو أني أخفض الأنانية، لاحظوا الأنانية زي معيار النور، أنا أستطيع أرفعه وأنزله، كل ما أشعله زيادة هو يحرقني، كل ما أخفض فيه كل ما أنا أستطيع أني أنا أحتوي الآخر أو أتعامل معه. لأنه مهما كان كل البشر ليسوا كاملين، لديهم جوانب نقص. يستطيع الإنسان عندما يتعامل مع شخص يعرف نفسيته، يعرف من الذي يعني يؤلمه. لا أجي أحيانا مثلا في احتدام نقاش وكذا أني أنا بالعكس. أيوة هنا يعني هنا المهارة. عندما أتكلم أنا عن مهارة التعامل، هذا فن وهذه قدرات، والناس يختلفون فيها بقدر ما الناس لأن في أشخاص انطوائيين انعزاليين، شخص لوحده، شخص عنده صداقات إلى ما لا نهاية. ليش عنده صداقات إلى ما لا نهاية؟ لأن عنده هذا المعيار، هذا هذه الترموستات. شوف التبريد كيف، لا والله المكيف ما هو بارد، ها الترموستات ليش نازلة ولا لا؟ محتاج أرفع الترموستات شوي عشان البرودة تزيد. نفس الوضع، أنا محتاج أن يلطف هذا الجو ببرودة الإنسانية، الأخوة، الرحمة، الشفقة، الود، التآلف، الحب، كل هذه يعني مقومات نستطيع من خلالها أن نبني أسرة مستقرة، سوية، غير منفعلة، غير مندفعة. ليش نجد أحيانا هذه الانفعالية وهذا الاندفاع القوي والشديد؟ ليه؟ لأنه يعني حقيقة هذا الضبط لقاع النفس داخليا لا زال الإنسان مستطاع. الإنسان دائما هو في قليان يوميا، هو متوتر، اللي عنده مثل وجبة بتسويها، اللي عنده لبس بتلبس، اللي وراها خروج على موعد معين، هذا القلق، هذا التوتر أو هذا الروتين اليومي هو يحدث كثير جدا من الفجوات النفسية. هذه الفجوات النفسية أحيانا تحتاج ردم، أحيانا حتى الآلام. أنا ممكن أكتب الآلام كذا اللي في نفسي كذا، ممكن أمزعها عشان أخرجها من داخلي. يعني ما ليش أنا هنألم نفسي عندما أنا يعني أشيل هذه الضخائم في نفسي؟ هي في النهاية حتحدث نوع من الانفجار الداخلي ثم الانفجار الآخري مع الطرف اللي أتعامل معه أيا كان هذا التعامل. فبالتالي يعني الحرص حقيقة في عملية هذه التوليفة، هذه
هذه التوليفة أن يكون حاطط هذا الموضوع تحت السيطرة عشان يقدر يتحكم فيه. معنية. لكن من ضمن الأسباب اللي كنا بنقولها للدكتور وذكرناها في بداية الحلقة يقول لك أنا أشوف عشان أقدر أسيطر على أسرتي وعلى زوجتي لازم أكون رجل نكدي. هو ما يستشعر أنه بالنكد ولا حاسس بيها، هو عليه بس أنه يهدم راحة البيت والملذات ومنطلق خلاص الكل يهاب وكل يخاف منه. هذا الرجل كيف ممكن الواحد يتعامل معه؟ شوف السيدة الكريمة، هو الآن يعني النماذج كثيرة، يعني لو أخذنا مثلا هذا الشقية وأنه هل يسمونه أنت يعني في المصطلح العام نكدي أو هذا الطفولي أو هذا الفوضوي، هي كلها سمات، أو هذا الحنون حتى بعد، يا سلام حتى الحنون يعني هذه إحدى السمات، يعني في بعض الأشخاص هو حنون. هذه النماذج، أنا أرجع هذه النماذج ليست أنماط، هذه النماذج هي نماذج كثيرة تتكرر في اليوم بصور مختلفة. هذا التكرار يعني يقودني لماذا؟ إنه أحيانا يعني التقييم للمواقف داخل الأسر، طيب أنا حنون، طبعا الحنون دائما أنا أحب والله أشيل، أنا أحب أدخل المطبخ، أنا أحب أساعد، أنا ما أخلي تشيل كذا، يعني زيادة إفراط. طبعا المربين الحين يقول لك هذا، طبعا الطفل او الابناء له انعكاسات، يقول لك في التربيه كيف التربيه، أنا اوازن بين التربيه في بين الشخص اللي اسميه المتسلط او العنيف او الوحشي او هذا الشقي اللي يجمع لنا كل انواع الشقاء يكب علينا في سبيل انه ينمط لنا سلوك معين. هذا التنميط هو يعتقد انه هو غايد لنا وانه هو منقذ لنا او هو موجه لنا. هنا الفرق، يعني انا كيف عمليه التوازن بين هذا الافراط في 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 الحنية، لا افراط وهذا ولا تفريط، ايوه، وهذا الافراط في الشقاء او في النكد او في الكدر، واستطيع اني اوازن بينهما في التعامل. وفي احيانا حتى يعني بعض السلوكيات يجب ان لا تبرز، لانه يعتبر انه هو المسؤول المباشر عن نتائج التصرفات. يعني على سبيل المثال لو مثل ابن خالف او خالفت او كذا، صحيح، او المدرسه اتصلت عليه، فهو يعتقد انه هو يتحمل التبعات، وبالتالي لابد انه ينمط نوع من السلوك. هذا السلوك يعتقد انه هو في ذاته وباعتقاده، وليس قد يكون هو مصيب وقد هو مخطئ، انه هذا هو الاصوب في عمليه التهذيب. صح والله دكتور، يعني والله في بعض الاباء او بعض يعني الرجال، حنتكلم اكثر عنهم، بس في بعضهم يفرطون بزياده بالنكد وبال بال بال بالغم بالحري. بعض خلونا نطلع دكتور، احنا عملنا استفتاء وسالنا الناس اكيد مين اكثر نكد، خلونا نشوف وسوا أكيد راجعين مكملين. حري والله شوفي النكد من الجنسين، الحرمة والرجال، بس الأكثر الحريم. نكد المرأة كذا يلغوص كذا، ما أدري إيش أشرحه، بس نكد الرجال يعني على طبيعته، إحنا منكدين من يوم نخلق كذا، غير مستطاع يعني نكادة فعلا وأسلوبهم كذا في الحياة يعني. بس إن الرجال العاديين طبعا بيكون عليهم ضغوطات في البيت، في خارج البيت قوة، أيوه، ومزاجي ونفسيته متقلبة. نكدين عادي بطبيعتنا، يعني تمشي الحياة معنا نكد ونمشي معنا نكد وكلنا منكدين عادي. Of course 100% نكدي، يعني شوفي هو هالف هالف، يعني نص الحريم نكديات نص الرجال نكديات، ما في واحد مميز. فأكيد الرجل برضو يكون عنده ضغوطات وأكيد في نكادة. للأمانة الآن سبحان الله دائما الرجال مشغول بأمور الدنيا، بس الحرمة بالبيت ما عندها غير هذا الرجال، عشان كذي تنكد عليه. حنا مريحات، حنا نحب الحياة، حنا نحب كل شيء، على الضغوطات النفسية اللي فينا لا بالعكس حنا نضحك ومريحات. عشان ما تكون حزب بنات وأولاد، خلونا متنكدين. يمكن شفنا بالتقرير أجوبة غريبة يا رندا، وكلهم يعني حبوا أنه يقولوا أن الرجال والنساء هم ينكدون، بس الأغلبية النساء هي اللي تنكد. طبعا ما شفت ولا واحدة تقول أنا نكدت أو أنا نكدية، إلا أنت نكدية. فدكتور أبغى أسألك إذا حاب تعلق على التقرير. والله يعني شايك بأجوبة الرجال الخفيفة اللطيفة اللي يقولون لك نكد إيه والله حنا نكد، إيه حنا نكد، بس إنه يعني المرأة زي آخر واحد رهيب.
يقول لك انا انكد، يمكن انكد بس انا طالع برا طول الوقت، بس هي جالسه بالبيت ما لها الا هالرجال تنكد عليه. هذا استفراد بقى تستفرد بها. والله خلاص استفرد لك اكيد، ما في غير. هو انا عشان كذا اقول لك ما عندها غير. انا اقول تفضل دكتور. انا كنت ابغى اقول من ضمن الحلو كنا نتكلم عنه انه المراه كيف تتعامل مع الرجل بيكون نكدي، اذا حاولت تغير من سلوكه وما ضبط صدقت العاطفه وما مش الحال، تلتهف نفسها، تركز في نفسها، تركز في عيالها، تبعدوا من برة الدائرة هذه وخلاص تعيش حياتها، ولا تفضل تعبانة نفسيا يا دكتور. بس هذا يعني برضو يعني للأسرة دائما تحتاج أنه لم الشمل التكاملية أكيد. التكاملية هذه مهمة جدا، لا يمكن المرأة لم تخلق إلا الرجل والرجل لم يخلق إلا في المرأة، هذا منهج إلهي في الكون. صحيح. وفي كل الشعوب في كل الأمم. صحيح. فلا يمكن قضية إنه الكدر هذا الذي يخلق، ولا الرجل دائما يعني هو يعتقد إنه دائما في مثير. أنا أكد على عالمية إنه إن المرأة اللي هو دائما يتعامل معها يوميا إنه أحيانا هي تنشغل بأمور أخرى، وأحيانا تكون هي مثلا البيت مزعجها، أبنائها مزعجينها في البيت، ضغوطات بالضبط. يعني هو أحيانا نوع من التنفيس اللي يحصل بين الطرفين، يعني هو أحيانا إذا كان متألم خارج البيت وإذا متألم داخل البيت نجد أنه هذا الالتقاء أحيانا يحدث في نوع من الاختلاف في وجهات النظر بداية، ومن ثم تتدرج ولين تصل إلى شجار وإلى خلاف وإلى مقاذفة كلامية. الآن وسائل التقنية الحديثة حقيقة كمان دخلت كمتغير، وأصبحوا حتى التقاذف بالرسائل ولا بالتسجيل ولا بالتسجيل الصوتي، يمكن أنتم نسيتم الشغلة هذه وهي متغير أصلا، هي يجي لكن يجي وهو مشحون أصلا من برا من رسالة جاته أو أنه طلب في غير ما هو موقت أو لم يوفق في التوقيت. وهذه أشياء مهمة جدا. يعني ليش أنا أتحدث دائما عن الوصول إلى نواه الرجل، نواه الرجل اصل المراه تستطيع ان تصل فعلا ليس الى قلب الرجل ولكن الى كل جوارح الرجل من خلال يعني عمليه التوقيتات. احنا دائما نهمل الموضوع الزمن، والزمن متغير في كل شيء حقيقه. يعني نهمل موضوع المكان، والمكان كذلك متغير، والله سبحانه وتعالى خلق الزمان قبل المكان، وبالتالي لا نستطيع ان نوقت كيف اني انا يعني اقوم بالفعل او اقوم بالتصرف او بالطلب زمانا ومكانا. وهذا يعني اشياء دائما تغفل، وهي لها دور كبير جدا في اماطه او منع او الحيلوله دون الحصول كثير من المشاكل. متى استطعنا ان نوقت ليش الان احنا احيانا نقرا تعبير الوجه اللي هو عنده الم وعنده كذا حزن وعنده كذا، ما اعظم هذا في نفسه او اني اواسيه او اني اتناطف معه أو حاول نخرجه من عزلته ومن ألمه. هذه كلها قراءة، كيف نستطيع هذه القراءة من خلال محددي الزمان والمكان؟ هذا مهم جدا للمرأة، كيف تستطيع أن توقت مواقيت للرجل، كيف تتعامل معه مكانيا. والله ساعات لو توقت إيش ما توقت نكد عليه. لا بس أنا حبيت النقطة إذا كانت معناها شيء. أشكرك يا دكتور وأشكر على كلامك والمعلومات اللي قلتها، وفعلا يعني أنت حطيت إصبعك على الجرح وكان كلامك جدا منطقي. وأنا أتمنى إنه النساء أو الرجال حتى إنهم يستوعبوا بس الآية اللي ذكرت في القرآن، إنه ومن آيات أن خلق من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، هي هذه يعني مو عشان نكد على بعض. وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا النعمية. شكرا. والذي خبث والذي لا يخرج إلا نكدا. هنا 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 المحور، الذي خبث لا يخرج إلا نكدا. صحيح. فبالتالي يجب أن الناس يتحاشون هذا تحاشي، لأنه كل ما هو خبيث حيولد شر. صح. والشر سيولد شر آخر. صح. شكرا. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لك يا دكتور. شكرا لك. موفقين إن شاء الله. وزي ما ذكر الدكتور محمد، دوري على النواة لا تدوري على المفتاح، إن المفاتيح أحيانا تضيع. مكملين باقي الفقرات لكن بعد الفاصل. تابعينا بعد الفاصل. إبراهيم عبد العزيز عازف عود حول هوايته إلى مهنة.